الأخبار الرياضية، أهلا بكم. نادي العهد اللبناني يعلن عن قائمته النهائية، المقرر أن تغادر لبنان إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة نظيره الفتوى السوري. نادي جبلة السوري يعلن تعاقده رسميا مع اللاعب المصري أحمد شمس الدين لتدعيم هجوم النوارس. أيمن الحكيم مدرب فريق الفتوى بعد التغلب على حطين: أداء الفريق يتحسن ونحن لا نبرر، وكل الفرق تواجه الفتوى بشخصية بطل الدوري وتطمح في الفوز عليه. المان سيتي يصارع أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول للحصول على نجم برينتفورد آرون هيكي. اليونايتد يستعد للتعاقد مع أرثر فيرمين لاعب رويال أنتويرب، لكنه يواجه منافسة شرسة مع برشلونة. روبرتو دي زيربي يدخل خطط ريال مدريد لخلافة أنشيلوتي مدرب المارينجي حاليا. مدافع تشيلسي السابق فرانك لوبوف عن فريقه القديم: دعونا نكون واقعيين، تشيلسي ناد في منتصف الجدول. راموس عن المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه ببرشلونة. البرسا المرشحون لكل شيء في الدوري ودوري أبطال أوروبا. ريال بيتيس يتعادل بنتيجة هدف لهدف مع غرناطة في الدوري الإسباني. تعادل فروسينوني مع ضيفه فيرنتينا بهدف لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. نادي روما يستهدف التعاقد مع أريك داير مدافع توتنهام هوتسبير. توخيل يعلن تعرض سيرج جنابري لكسر في ساعده، مما سيؤدي غيابه إلى 6 أسابيع. أتلتيكو مدريد يتابع انتصاراته بفوزه على أوساسونا بنتيجة 2 مقابل لا شيء في الدوري الإسباني. جنوا يسحق ضيفه روما بنتيجة 4 أهداف لهدف في إطار الجولة السادسة بالدوري الإيطالي. وهيك بتكون خلصت أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة، باي.